يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يؤمن أن الزلازل من الله بسبب ذنوب العباد لكن يجعل من أسبابها بعض الظواهر الطبيعية، فما الظواهر الطبيعية هي من أسباب الذنوب؟ الظواهر الطبيعية التي تحدث في الكون هي من أسباب الذنوب، نعم، ولا يسمى طبيعية، يسمى آيات. يا إخوان، تعبير القرآن وتعبير السنة هو السلامة، لا تسميها ظواهر طبيعية، سمها آيات. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، نعم، فهي من الآيات، نعم.